شويه برضه في الشوال تحت هنا في برضه شر برضه بنطعمه بيه سحاليق 3 كيلو و4 كيلو الواحد للطعم كده يعني. احلى مسا يا رجاله. اه مد فلان مد ده جنب اخوك يا هتعصوا فين يا عم اتعص سبحان الله كف الميه سبحان الله يا رجاله سبحان الله كف الميه كف الميه لسه بنقول لك هنجيبه ويزن سبحان الله كف الحمد لله يا بقى تسلم راح كان اكبر مني يا عم الحمد لله هات البنزم الجربان ده محمد مش قادر يطلع البنزم الجير الكبير واحده واحده صراحة انت يا عم الحاج يلا بس كده بس هنا شويه خليك من الحاجه يا مهندس يلا لم على جوه دخل جوه محمد بس صحته الجرموط جرموط عافي شرايه يا اخي شرايه ابو منى ايه يا انا عايزك تهدى بس على نفسك كده وتصلي على النبي سمكه لسه بصحتها صلي على النبي عليه الصلاه بس خد 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 خش خش بس على بالك على بالك على بالك ايدك في حنكه امسكه وننزل لك على طول نسندك طيب امسك يا محمد ارجل بقى عشان ننزل لاني يلا حمو امسك كده امسك عباده تعال امسك الاير انت عباده صور صور امسك الاير انت عباده اه زي ما انت عم عباده زي ما انت لا 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 امسك السمكه بس امن السمكة افتح حنكه امن يلا محمد طبق بمس عليه تعال بقى بره 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 رجاله تعال بره بره طيب اتفضل بس يا حبيبي اكيد انت بقى في يد سلم يا مهندس احمد توكل ده احنا متك احنا بتوع الشر برضه صوروا بقى صوروا بقى خلي بقى كده صوروا بقى صوروا بتوع الشر اي خليه في الصداره استنى بقى خد صوروا اه انت فكر بيرن يا عم ميرن نور على نور هنا احنا بتوع الشر وبعدين تفضلوا فين شر برضه محمد شر يا جدع صغير احنا صوروا تليفونك فين يا محمد؟ تليفوني مع 10 مع يلا تليفونك بقى ثواني بس انا قلت انقطع صور ابوك صور ابوك مصور جرموط يلا بقى الاثنين يلا قول بقى يلا بس انا بقتل انا خالص مش مهم نعمله صورنا يا بودي صورنا يا محمد اه يا معلم احنا بتوع الشر احنا بتوع السحليق تلاميذ لا مؤاخذه الاولى اللي بيقول علينا احنا بتوع الشر ماشي ده الشر يا جماعه بتاعنا هو ثواني خليكم معايا خليك معايا لحمو وراهم الشوال في ايه خليك معايا لحمو مش هصور بدي اصور شريتين اهو الشوال اهو ده الشر بتاعنا يا رجاله اهو اهو وبعد كده محضر الفيديو شريتين معانا شويه برضه في الشوال تحت هنا في برضه شر برضه بنطعمه بيه سحاليق 3 كيلو و4 كيلو الواحد للطعم كده يعني احلى مسا يا رجاله اه مد فلان مد ده جنب اخوك الله اكبر عليك يا ابو منى تسلم يا باشا حاضر صلاة النبي عليك صلاة النبي عليك صلاة النبي عليك استنى نصور ايش ابو منى بالراحه دي خلاص اوعى يا عم عبالي مفيش دور يا محمد فيها اهو بس مش هتعرف تنزل لا 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 نازله غبي كشفنا قلنا تعرف لا تمسكوا لا تمسكوا لا 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 ميه تحت اتزفلطه اتزحلقه لا لا
محمد محمد قال لي دوله في حنكو. واخدها على طول ولا ايه؟ والله قلت له دوله في حنكو يا عم عبان. لا انا فاكر محمد قال لي دوله في حنكو. هاي نور عم ضيفنا. ايوه عم عبان وحشه. لا ابو ابو منى عشان خاطر النبي خلي بالك. اكلش بره. هي كانت نازله الدور بس باظت. انت بتريح له عم عباده. انا رايح له. انا عملت حقيقي. هات يا عم الشيكار. اوعى الشيكار. استنى هذا. هو عم بس استنى بالاريا بالاريا. طبعا دي نزلات مرعبة والسمكة تقيلة طبعا، فمش عارفين نعمله ايه. فاكتر من واحد نزل وتم ايه، تم جلب السمكة باذن الله. اهو القرموط الكبير ده ما شاء الله. عايزكم تقولوا كم كيلو؟ هات البنزة من الجربان ده محمد مش قادر يطلع. البنزة من الجير الكبير. طلعته. هو يا صار محمد صور ابوه. صوره صوره. عايف ايده. صور بيه بس غول. صوره صوره محمد صور ابوه. وحش الليل يا احنا وحش الليل بعرض يا محمد. صورش تاني مره ومرك الصور. ما انا مصور قلت له عشان جرموتي بقى. بكشف اللي لك عليا. رميت خشان. افتح عم عباد شوية يا بيتك بيت.